السلام الله عليكم الاخوت، ومرحبا بكم في هذا الديرنيير مينيت اللي غيكون على الكانتي ديالنا الخاص بالكابو غرينيو ان الكاتريام كونس. كما كنشوف الاخوت، الجران فافوري غيكون سيز هاردي كراون اللي غيرجع ديفيراس ديال كاتر بيو كين غامين دوماهي هو المنافس ديالو. كاين هنا دوغا رقم 6 وكاين اميليو بيرجي رقم 2 اللي كان دار لينا ساتيام وكان دار لينا واحد الخطا في الديبار اللي خلاه يتراجع المركز السابع. كان تقريبا كان من بين ابرز المرشحين، يعني كان في الدوسير كات، كان تروازيام بلاس في الدوسير كات وكان غادي بلاسي، مي الديفو اللي كان دارها في الديبار خلاته يتراجع الى المركز السابع. كاين الاونزيليو سومولي، كاين كالوا رويال، كاين دوز غيكون فيري اللي كان ربح لنا الرقم 9، وكاين كان مشى طوكار على الرقم 9 نورمالمون خص 9 اللي يرجع. العشرة هو الراس ديال بلي رابيد، كاين السبعة فور ريفر ستون نون سيتي ديال لاكوس. المهم خوتي ما غاديش نطول عليكم، غادي بارطاجي معكم الفافوري ديال لاكورس غيكون 16 وغادي يباطي 14 على حسب الكورسة كيفاش غادي تكون، واش 16 أولا 14 وربما ال 11 و 6 يقدر يكون فيهم غا واحد، ممكن يكون فيهم جوج. إذا جينا نديرو التقسيم ديالنا، راه 16 غادي يمشي عند ال 11 مباشرة أولا ال 14 غادي يمشي عند 6، وفي الباساج اوبليجي راه غيكون الان والدو راه واحد فيهم، ونورمالمون مشاو بيناتهم وكان الان ربح الدوه ولكن الدو كان دار فوت، دونك الدو هو اللي غادي يكون ان شاء الله. نون سيتي 3 4 7 فرانشو فارتيل 16 14 11 12 1 2 6 8 13 10 9. بالنسبة لي باز الخوت، لي باز غادي نحاولوا نقلبوا على لي باز فينا، ما لي باز لي باز وما هادو لي باز الخوت. كاينه 16 11 2 وكاينه 14 6 2، دو شوفو غيكونوا ما بين 3 7 8 9. هذا اللي قدرت انا نختار، الا بغيتو تنقصوا شي حاجة من تما نقصوها، ولا عندكم مثلا دوز ولا طريز ولا شي نمرة أخرى راه ممكن، كل شيء ممكن. المهم أنا بان لي ناس إما غتجي 16 11 إما غتجي 14 6، يقدروا يجيو بربعة، يجي ال 14 وال 16 وال 11 وال 6، يقدروا تكون كورسة فافورية قريبة. أما اللي تيقلب مثلا على شي حاجة اللي تكون شوية غادا تخلص ديزوردر اللي غادي يخلص، راه نورمالمون راه 16 11 2 أولا 14 6 2 وغيطلعوا لينا جو شوفوا ما بين 3 7 8 9. هذا ما كان خوتي، دمتم في رعاية الله وحفظه، ومع السلامة.